كثيرة تحدث. أنت اليوم هل تغيير قاعد يصير إيجابي ولا سلبي؟ اليوم أنت كإعلامي أو كشارع تنتقد التغيير بس من أجل الانتقاد. منها السلبية، منها المدمرة، منها اللي ما لها أي أساس، عشان تكون تحركات مثمرة. دايما تبقى بوزيتيف، ما تبقاش نيجاتيف في كل الملاحظات كلها لورا. ليش لليوم متهمين ان احنا سلبيين؟ لا، ترى احنا ايجابيين ونحاول نحط يدنا على الغلط. انت عايز تدور على جنازة تشبع فيها لطمة زي ما بيقول. ودام احنا موجودين بنحاول نوجه على كل الاغلاط ولآخر رمق. هذه صحافة، انت منبرك مفتوح واحنا لنا الحق ان نرد ولا ما نرد. هذه البداية عارفينها زين، فريقين كانوا مع بعض صاعدين وعلى صدارة دوري الدرجة الثانية متنافسين، لكن يأسفني الحال اللي وصل لنادي البحرين لما فريق يمتلك 4 لاعبين على الدكة. يعني أكيد في مشكلة. من هاي اللاعبين اللي صار؟ أي لاعبين عاد؟ اللي ما تسجلها. اللي ما تسجله والله تشوف هاي موضوع أنا ما أقدر أقول لك عبد الله شنو اللي صار، لأن في أطراف وأنا ما أقدر أتدخل، مو شغلي أنا إن أقول لك ليش. تحن في الفريق مثلاً، تحن ما بتسمعنا عليه، أنا جايب لاعبين حق الفريق صح ولا لا؟ ما يتسجلون، ما في شيء اسمه أنا أطراف ما أتكلم، شو اللي صار؟ لاعبينك ما يتسجلون، لا أنت تقول. لا مو أطراف إنه ما أتكلم، الحين أنا إذا شيء مو من اختصاصي ما يصير أتحكي عن عبد الله. إدارة في الفريق ولا مدير الفريق إنزين ما عليه، إدارة في الفريق ما يعرف ما مشرف. حتى لو عارف. أنا حتى لو أعرف، أنا حتى لو أعرف شنو المشكلة، بس ما أعرف 100% شنو المشكلة. أنا ما بالمية بالمية، أنا بعرف مشرف الفريق. ليش اليوم إحنا قاعد نشوف البحرين بهاي الطريقة؟ البحرين بهاي الطريقة، تدري الكل يدري إن في البحرين إن كانت في ال 25,000 دولار مرة شيء كذي إنه عن اللاعب القبلي وما تسجل أول لاعب. هاي الموضوع ذكرته من قبل، لكن أكيد في أشياء خلف الكواليس. اللاعبين العلي ما كانوا موجودين من قبل. موجودين من قبل. يعني في مشكلة. تطلب بطاقاتهم دوليه ولين تاخرون يردون عبد الله. يعني مثل اللاعبين وياك في معسكر كانوا وياك يعني من شهر ونص وياك قبل التسجيل. لا اما ما يتسجلون من البدايه واللاعبين اليوم بعدهم ويتسجلون يعني في حلقه مفقوده. انا مدرب، انا شغلتي في الملعب، اللي يكون في الملعب معايا ادربه، يجيني اي لاعب ادربه، مالي ومال اللي يحصل برا الملعب. فلا تسالني شيء انا ماني مختص فيه، انا هنا في الملعب يجيني لاعب، يجيني 10، يجيني 20، يجيني 100 أدربهم. ما يجيني ولا لاعب أنتظر لين يجيني لعيب عشان أدربهم، لأنه أنا مدرب. فما يعني حاجات ما أقدر أجاوبك فيها لأنه أول شيء ما هو تخصصي. عندك دراية في الموضوع؟ لا ما عندي، حتى لو عندي دراية في الموضوع يعني ما هو يعني ما في داعي إني أنا يعني أثير الحاجات هذه، لأنه في يعني زي ما أقوله لازم تعطي لأخوك المسلم عذر. شنو العذر اللي عطيتهم إياه؟ كل شيء عطيته، كل شيء. هل هو بسبب أنه سؤال؟ أنا بعطيك 3 خيارات وأنت جاوبني أو قول لي واحد منهم. هل بسبب أن اللاعبين ذي محسوبين على شركة طموح وهم يزعم قانون الاتحاد الجديد أن طموح ما يلعبون، أو أن الاتحاد أصلاً أخطأ في إجراءات أن ما سجل لاعبين؟ حد مين؟ البحرين. لا ما له دخل الاتحاد البحرين. تسجيل اللاعبين. ما له دخل. حدا البحرين تجي له أوراق يسجل. ما معقول تجيك أوراق وما تسجلها. ما في أوراق طلعت. يعني إلى هنا ونقفل الموضوع. لأن المدرب أكد المعلومة بقوله. ما معقول تجيك أوراق وما تسجلها. ما له دخل الاتحاد البحرين. تسجيل اللاعبين. ما له دخل. حدا البحرين تجي له أوراق يسجل. ما معقول تجيك أوراق وما تسجلها.
من الأخير الإدارة هي المسؤولة، لأن ما يصير لاعبين توهم يدد واصلين ويتسجلون واللاعبين القدامى إلى اليوم ما تسجلوا. وأتوقع في هذه المباراة أكيد بيتأثر بنسبة كبيرة نادي البحرين. البدايات دائما ما تكون هادئة وما فيها خطورة، لكن الشباب حبوا يغيرون هالصورة. المحاولة لا زالت موجودة من أمام أربعة، هذه جول، هدف مبكر في بداية الشوط الأول من المباراة، هو الأسرع ربما في هذه الجولة، بل سيكون هو الأسرع في هذه الجولة، هدف مقابل لا شيء. لاحظ الكرة الجميلة العرضية اللي وصلت داخل منطقة الجزاء، تهيأت بعد ذلك من خارج المنطقة، والقصاب وضع الكرة في الشباك كهدف أول، هدف مقابل لا شيء فعلا. الشباب ناوي، بس فقد التركيز أحيانا يوقع أي فريق في التهلكة. هذه اللحظات عالية داخل منطقة الجزاء، فيها خطورة، تعادل سريع للبحرين، ومن ركلة ركنية هذه المرة برأسية العملاق لويس فرناندو المتقدم إلى الأمام للمساندة. لويس عادل النتيجة من كرة وركنية جميلة داخل منطقة الجزاء، ولويس أسكنها في الشباك، هدف تعادل لمصلحة البحرين. لويس العملاق سجل هدف التعادل هذه المرة برأسية جميلة. إذن البحرين يتعادل سريعا عند الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول، عند الدقيقة 7 لويس أعاد البحرين إلى نقطة البداية. في لحظات إحنا كنا بحاجة إليها في الملعب، لحظات فقدنا السيطرة بعد الجول الأول. ذهنيا الفريق اليوم فقد تركيزه، لانه في ضغط على الفريق للفوز، فأي بقول يعني الحاله النفسيه والذهنيه لازم تكون افضل من هيك. لا بالعكس، يعني ما كان في، يعني ما كان ناقص العامل الذهني. طبعا التركيز الذهني قلت لك صعب جدا عند اللاعبين، وفي اخطاء فرديه بسيطه. الحاله الذهنيه مهمه للكل، وهي اللي بتوصلك لمرمى الخصم. الفريق الشبابي منظم بشكل كبير في هذه اللحظات، بينيه جميله، هذه جول ما فيها رايه، الثاني للشباب. شباب، هدف رائع في اللقطة الماضية، والبينية الجميلة. لاحظ، عينك على التمريرة الجميلة وعينك على هز الشباك في هذه اللحظات. هيرفي هو اللي سجل الهدف الثاني، هيرفي سيف. فعلا الشباب كان الأفضل، بالرغم من أن البحرين سجل هدف ثاني أو سجل هدف التعادل، لكن الشباب هو الأفضل بشكل كبير. هيرفي سيف سجل الهدف الثاني، 12 دقيقة وثلاثة أهداف. وطبعا نفس ما شفته، نفس اللاعب هو اللي عن الهدفين مسؤول. شوف يعني هذا الشيء تكرر حتى في المباراة الأولى. شوف، هي أخطاء جماعية، أنا ما أحمل لاعب واحد خطأ هدف، لا، هي أخطاء جماعية. إذا كان أخطأ فجاب واحد من أهل من أحلى الأهداف اللي تسجلت اليوم، وخسرك جولين. شوف أنا ما أنظر للأمور السلبية، لا، هذه المدرب اللي ينظر فقط للأمور السلبية، لأنه الهدف مسؤول عنه 11 لاعب. من فين بدأ الخطأ ومن فين انتهى الخطأ؟ ما أجي أحاسب من فين انتهى الخطأ وأنسى من فين بدأ الخطأ، لا، هذا مو عدل. المدرب الـ يعني المنطقي والعقلاني ما يعمل كذا، فما يعمل كذا. ومع بداية الشوط الثاني توقعت أنا شخصيا أن البحرين بيستقبل الثالث والرابع لأنه مو جاهز، بس الواضح أن لهم كان رأي آخر. فيها ركلة جزاء للبحرين بمجهود رائع من ألفز من داخل المنطقة،
كسب من خلالها ركلة جزاء. لاحظ التدخل مباراة ألفز وسيد عباس. ألفز الآن يتقدم بكرة والتعادل. ألفز يعادل النتيجة ويعيد البحرين إلى نقطة البداية هذه المرة بهدفين في هذه الأثناء. البحرين يعادل النتيجة وتصبح هدفين للشباب وهدفين لمصلحة البحرين، وبالتالي يعادل النتيجة الآن البحرين عن طريق ألفز ومن نقطة الجزاء 2-2 في شوط المباراة الثاني. بعد الهدف اللعب صار محتكر بالنص، وتوقعنا أن المباراة خلاص انتهت، وقلنا التعادل بيتسيء، بس لازم أتعلم درس أن التوقع مو لازم هو يكون الصحيح دائما. للشباب داخل منطقة الجزاء، خطيرة، الكرة تتخلص، تعود إلى حسين القصاب يستلمها بشكل رائع، يبحث عن كرة من خارج المنطقة، الكرة عالية وخطيرة، الثالث، يا سلام يا سلام، هدف الثالث للشباب، الهدف الثالث للشباب، سالم حسين، سالم 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 حسين اللي تسبب بركلة الجزاء الثانية وتسجيل البحرين الهدف الثاني. عاد مجددا وأسكن الكرة في الشباك وعوض عوض 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 سالم سالم راسك سالم يا سالم راسك سالم يا سالم، وبالتالي الشباب يتقدم للمرة الثالثة في هذه المباراة برأسية جميلة ورائعة. الشباب كان يبحث عن الثلاث نقاط وفي الوقت الأخير الآن سالم حسين هو اللي سجل الهدف الثالث، وبالتالي يضع الشباب في المقدمة للمرة الثالثة. كابتن محمد، يعني احنا يمكن محتارين في عنوان اللقاء، هل نقول لك بارك الله فيك وكفو عليك على هذه الامكانيات والظروف، ولا نقول لك هار لك؟ والله كلها الشيء الانسب حق موقفك الان. والله شوف، موقف صعب، اقول لك موقف صعب، لكن يعني الحمد لله، يعني انا والجهاز اللي معايا في نادي البحرين، جهاز كرة القدم، حاولنا قدر المستطاع انه نعد اللاعبين ذهنياً، اشتغلنا عليهم الأسبوع اللي فات هذا كله أكثر ذهنياً أكثر من أي حاجة تانية في الملعب. أكيد اشتغلنا في الملعب في أمور تكتيكية فنية كثيرة بالنسبة لنادي الشباب اللي يتمتع صراحة بلاعبين مميزين، خصوصاً لاعبين في الوسط ولاعبين في المقدمة، ولكن الحمد لله احنا قللنا من خطورتهم بصورة كبيرة جداً، خصوصا اللاعبين المؤثرين، يعني ناني او حتى الجناح اليمين، واستبدل، وهذا يعتبر يعني صراحه يعني اداء جيد بالنسبه للاعبين. كونه انه يفوز مثلا نادي الشباب يعني في الوقت بدل الضايع، هذا يعني هذا شيء مشروع، هذه كره القدم. نقول لهم هارد لك، وفي الجايات يعوضون، والشباب اليوم قدروا يفوزون، بس لازم من اللي صار يعتبرون. لكن وانا هني في الملعب قاعد افكر في كذا حدث صار في الفترة السابقة، وابرزهم يمكن خلى الشارع الرياضي في حيرة من امره، موضوع الخالدية وتغيير المدربين. كلنا كنا منصدمين عقب محقق المدرب بطولة يمشي من الفريق. هذه مو بعندي، شو مو بعندي؟ هاي مجلس إدارة. شو المدربهم غريب، خاصة أنه جايب بطولة قبل يومين، على أي أساس شلته؟ وين المشكلة في تغيير المدربين؟ شو المشكلة؟ ما في مدرب قاعد يأخذ فرصته اللي قاعد نشوفه. هذه وجهة نظركم أنتم، إنما ما في مدرب يأخذ فرصته، إحنا لنا وجهة نظر أخرى. السبب اللي صار بعبد الله. في أسباب، إحنا ما نقدر نعلن عن كل شيء، يعني مو كل شيء إحنا نقدر نعلنه في الإعلام. في أسباب، اليوم إحنا اليوم ارتينا كإدارة أن التغيير مطلوب، ودائما يعني أنت اليوم هل التغيير
قاعد يصير ايجابي ولا سلبي. اليوم انت لا انت كاعلامي او كشارع تنتقد التغيير بس من اجل الانتقاد. احنا معروف عندنا مو بس احنا كبحرينيين، العرب بشكل عام ما عندهم صبر على شغل المدرب علشان يبين يكون واضح شغله بسرعه نتيجه. بس اول خساره خسارتين قالوا شيل المدرب غلطه. كوس السوبر ادى كابتن هذه احنا مستغربين. انا ما ادري شنو السبب، لان لا انا واحد منهم كجهاز فني ولا اداري في الخالدية علشان اعرف السبب. ما عليه، ليه قراراتنا طلعت غلط؟ تعالوا حاسبونا، دوم قراراتنا ماشيه صح وقاعد نتوفق. بالعكس لازم تشيدون انتو اليوم. ليش انت تنتقد؟ عبد الله انا ما اقدر اشيد، حط روحك مكاني، قول لي عبد الله ليش ما اشيد؟ ليش تشيد؟ لان اليوم اعطيك مثال، الموسم اللي فات يوم اداره نادي الخالديه اخذت قرار التغيير الكل انتقد اداره الخالديه صح؟ وانا بما فيها وينتقدون القرار. لا انت ما قيمت نتائج القرار. شنو لو قيمت نتائج القرار؟ ما اعتقد كنت بتنتقل القرار، لان نتائج القرار الفريق احرز المركز الثالث في الدوري، كان بعيد من المنصه وحقق بطوله كاس الملك. قاعد ترد على روحك، انت قلت ان احنا ما نقيم البطوله، نقيم بوفق اداء. انت بتقارن اداء دراغون بالشملون؟ الشملون كان احسن. شلون احسن؟ اداء الشملون كان يخلق فرص اكثر من دراغون. شلون؟ على اساس قلت لك؟ احنا كنا نشوفها بعيننا. الست مباريات انا نشوفها بتركي طبعا راسنا مدرب والاحترامه، بس انت دراغون ست مباريات فايز دخل في هدف واحد. تسجيل الاحصائيات ارجع لها بعدين تعال. ما تم التجديد له؟ قرار الإدارة. ما يصير انت تبيني انا امشي على رايك انت. احنا ما نفرض راي، احنا نقول الواقع، بس لحين ما عرفنا السبب. يمكن واحد من الاسباب صار تدخل في مباراه كاس السوبر من حسين بابا وهشام المحوزي بتغيير تكتيك الفريق مما ازعج المدرب. يجيب المدرب اذا قال لك اللي تبي. وصار تدخل. وين الغلط في الموضوع اليوم؟ احنا ليش جايبين اليوم حسين بابا وليش جايبين هشام وليش جايبين حسين بيلي؟ جايبين عشان يقعدون بس كذي ما يتكلمون في الحجره؟ اكيد لنا دور، اكيد لنا شيء نقدمه حق الفريق. هذه ما يتسمى تدخل. هذه اذا احنا بنجيب مدرب وبنعطي الخيط والابره، لا هذه غلط، هاي سيستم غلط. اللي يقول لك عن هالسيستم انا اقول لك غلط. اليوم مدرب تي تعطيه صلاحيه وتساعده، عرفت قصدي؟ اليوم ما يعتبر حسين بابا اذا تكلم تدخل. على ليش نادي الخالديه يجيب حسين بابا؟ هشام محوزي اذا يتدخل يتكلم هاي تدخل؟ لا ما نتدخل احنا في عمل اي مدرب. احنا نوجه، احنا ننصح، احنا نقول راينا. يعني صار تدخل والحين الخالديه عندهم مدرب جديد ونتمنى له التوفيق، لكن هل بيبقى ولا بنشوف له بديل؟ اليوم هشام المحوزي انت اعلنت انه بيكون مدرب مؤقت. انا اعلنت؟ في تصريح طلع على رئيس على لسان رئيس الجهاز في جريده الايام ان هشام المحوزي في تصريح طلع في جريده الايام على بنان على رئيس الجهاز. برويك التصريح. اروك يا حين؟ ان هشام المحوزي بيكون مدرب. وصل من السفر شلون راح اصرح؟ على مين صرح هذا التصريح؟ مين رئيس الجهاز؟ زين جريده الايام يعني حاط الكلام من عندها؟ ما تعين رئيس جهاز لحد الان، ما تعين شيء، ما تغير شيء في الجهاز. في مدير فني، مجلس اداره، والطاقم الاداري، والجهاز الفني، هشام المحوزي وحسين علي. ما شفت هالخبر؟ لا والله ما شفته. اليوم واصل اقول لك عبد الله. هاي خبر قديم ابو عبد الرحمن. قديم؟ من اول ما تعين هشام. وينه؟ بس قص ما عليك منه. لا دقيقة ويا المقابلة ذي مش لاقي قص. لا مو هني الأيام الرياضية من رفع الخلية في السوبر البحريني. دقيقة الحارس لطف الله. أحسن شباب هلا أخوي. تعال يا أبو الرحمن. منهم؟ لا مقدور عليه. هذه مقدور عليه. لا ولا مقدور على شيء. تعال يا ابو الرحمن. بس خلصنا؟ ما خلصنا اللقاء. ليش خلص؟ اجل الطريق بعيد. ما يكفي المباراة. التصريح كان انه مؤقت. مين صرح مؤقت؟ شو انا سيافته هالمرة؟ لا قول لي مين صرح؟ والله راجل شو اسمه؟ زياني. اروك تصريح والله كان. شو انا سيافته؟ شو بعد تلفون مو راضي يفتح. انت مطول شكلك. لا كوا كفى عليك، عيب عليك. انا مسيب ومجهز اموري، انا ما اطول. بس على حسب الانترنت خبرك.
الحين ايش مشكلتك يا هشام؟ عندك شيء شخصي يا هشام؟ لا مو عندي شيء. بالعكس انا احب ابو عباس صديقي، بس انا قاعد اقول لك اللي انتم كتبتوه. يعني شوف قولات تقارير اعلاميه، شوف قال امين السر راشد الزياني في تصريح سريع عن هويه التجهيز الفني ان المدرب الوطني هشام الوحوش سيقود الفريق في الفتره القادمه في ظل معرفته بكل صغيره وكبيره عن الفريق وقربه من اللاعبين وجوده معهم منذ الموسم الماضي، ما كان ان قياده المحاوله الفتره لحين اتخاذ قرار نهائي. يعني احنا الكلام اللي قاعد نقوله صح؟ اكيد بيجي مدرب ثالث، اكيد. ما يقدر هشام يديرها؟ لا هشام يقدر، بس ناس ما قلت لك الاداره ثقتها في المدرب البحريني صار شويها للحين، مو بس الاداره الخالديه، اداره الانديه كلها. لا اداره الخالديه انا شفت واجههم اجنبي، يعني يطمحون لابعد، تطمح لابعد، هدفهم اكبر من الدوري البحريني صار، يعني يفكرون لي على اسيا مثل الرفاع موصل مثل ما محرق يوصل، هم يستعجلون النتائج. هاي الخالديه، هاي الخالديه مستعجلين النتائج بسرعه بسرعه بسرعه. يا ابو عبد الرحمن الكلام كان صحيح، بس ما قدرنا نكمل معاك اللقاء، وعلى العموم خلينا نشوف المحوزي في اول لقاء بيقدر يحقق الانتصار. تغيير أي مدرب المعنويات تكون مرتفعة وحظوظ الفوز تكون بعد مرتفعة. عبد الله أمامية، مهدي حميدان بالكعب جميلة جدا، تحول الآن خطيرة داخل منطقة الجزاء، هدف أول، الهدف الأول يأتي الآن، جميل من مصلحة نادي الخالدية، عكس سير المباراة، الخالدية يظهر ويضرب بفرصته الأولى الخطيرة على المرمى، يسجل الآن في هذه اللحظات 1-0 لمصلحة نادي الخالدية. لعبة ملعوبة جميلة جدا، عرضية رائعة من اللاعب أحمد عبد الله، حولها مثالية إلى مصلحة سامي، وسامي على طول حولها في المرمى بلمسة واحدة. رواق في الكورة أنوار، تمريرة حلوة واللي جملها هو الانهاء. يعني مين؟ يا سلام يا سلام على تصويبة رائعة جدا، هدف رائع جدا جدا يأتي الآن في هذه اللحظات. أي لعبة من سامي وأي تصويبة من سامي، هذه المرة بقدم اليمين، الهدف الأول سجل باليسار وهذه المرة باليمين، ليأتي الآن بتقدم لمصلحة نادي الخالدية بهدفين مقابل لا شيء. أي مهاجم. وبعد هالهدفين شفت تبديل غريب، لكنك انت دور شنو التفسير ماله. شلون كابتن التبديل مال ماريون شوط الأول؟ شفت تبديل صحيح؟ أنا استغربت شلون طلع مهاجم وانت خسران؟ يعني احنا بنفسنا مو عارفين، طلعت رقم 10 وديت 40 اللي هو مهاجم، الحين شو اللي سواه؟ طلعتنا راس حربه، طلع رقم 4 ورقم 20، هذا راس حربه، ما تقدر من يلعب مهاجم، غير هذا الناس اساسا احنا ما عندنا واحد يخلص كوره، 4 مباريات جول واحد. وكان فكرته شوي فيها من الصح، تقول لي ليش؟ ليش؟ لان العمق مال الخالديه شويه ابطأ وهذا 7 اسرع. فكان يفكر على ان الكرات اللي ساقطه ورا المدافعين ممكن هو يستغلها احسن. اللاعب اللي بدي استبدله كان مصاب، اخر في الاسبوع اللي ما تدرب ويانا اللي يمكن اخر تمرينين واحتجناه اليوم وادى يعني اداء، بس احس بالم في العضله الخلفيه وطلب استبداله. يعني بدنا اغلب تبديلاتنا كانت اضطراريه مو تبديلات فنيه. انتظرنا الشوط الثاني يمكن يتغير الاداء الستراوي، لكن الفريق ما كان في بوادر تغيير بدون فاعليه من الملحق، اصلا من الملحق، واحنا ما عندنا مهاجم صريح، ما عندنا واحد يخلص كوره في الجول، ما عندك قناص، ما عندك واحد يعني مهاجم صريح، مو موجود. بس الشيء هو جول جول عارف اللي سجله شمري، اقول لك لا طقيت في طق، ما طقيت انا الشمري، قلت لك الشمري يلعب ظهير، يلعب عفوا جناح، دخله مهاجم. بس هذه مالك تعابير في الجول، ما ادري يعني. شوف اول لعبه مرسومه وصلنا في الجول، واحد خلصها جت جول، هذا اللي نفتقده احنا، واحد يخلص الكوره، هذا اللي نفتقده. يعني مع احترامي حق اللاعبين اللي طلعوا، ما هم يعني تعتمد عليهم كمهاجم صريح قناص خلص لك الكوره، هذا اللي صاير. يعطيك العافيه كابتن. اهم شو الا يمكن تبون جول ثاني؟
والله انت شكلك جيتها لنا خير، اقعد شويه. عاد انا مشيت وما قعدت انتظر شيء ثاني يصير في المباراه يلفت الانتباه. فوز اليوم، ما ابي اقول بعده. الشوط الاول عديت اول 25 دقيقه فرط سيطرتك، سجلت هدفين ملعوبين للامانه ما حد يقدر ينكر هالشيء. كنا بعدين تراجع الخلدي فعلا ما ادينا اليوم، ما مو الاداء اللي احنا نطمح له كمجلس اداره ولا كجهاز فني ولا كلاعبين. اعتقد اليوم يعني بعد المباراه دخلت غرفه الملابس الكل مو راضي على الاداء، راضين على النتيجه. وبناء على كلام حسين مساعه ان الفريق يهمهم الاداء، يعني معناتها يمشي على نفس الدرب اليوم لان اداؤه كان مرفوض. اكيد 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 هشام اليوم اكيد عارف انه هو في الشوط الثاني الفريق ما قدم، واكيد راح يكون يعني بعد مثل غيره. يعني واضح الكلام، هشام شكله بعد بنشوف عليه علامه استفهام. انتهت الحين مبارتين، وبعدها بعد مباراه انتهت بالتعادل السلبي بين فريقين. وفي مباراه رابعه يمكن ما كنت متشجع أن أشوفها، لأن إحساسي يقول أنها هي منتهية قبل لا تبتدي. يعني مفروض أن أنا أرمي الفوطة، تعرف تعبير أرمي الفوطة ولا مش عارفه اللي في الملاكمة لما بيرمي الفوطة يعني استسلم. الواقع يقول تحكي عن محرك، ذي محرك، ذي محرك، فيعني صعوبة تقول لي نتيجة المباراة. يعني اعطيك 99% ونص بعد وياها محرق اللي مغالي. بس ما خسران كابتن؟ ها؟ محرق ذي، انا محرقي ترى. لو انا في الحاله انا محرق. انا وانا بجاوب على سؤالك، انت بتتوقع حاجه قبل ما تحصل؟ انا ما اعتقدش ان في حد، لو انت بتقدر تتوقع كده طب ما تخش في سباقات الخيل وتكسب لنا كلنا ان ناخد جوائز كتيره جدا. مفيش مدرب بيتوقع، مفيش مدرب يتوقع. هو كيفه هو عنده أمل، بس أنا عارف إن أنا محرقي، ها؟ وهذه المباراة حق المحرق، نحاول نسوي فيه شيء. لكن كل الاحترام للمحرق وكل احترام للشباب، إن هو إدي دايما أمل. يعني أنا مش فاهم لما أنت تبقى أنت صغير في السن وكل التفكير على إن النتائج السابقة اللي بتقول، أمال فين إرادة الشباب؟ انت عندك كم سنه؟ انت شكلك كده 80 سنه. هو كيفه هو عنده أمل، بس انا عارف ان انا محرقي، ها؟ وهذه المباراه حق المحرق، نحاول نسوي فيه شيء. لكن اعطيك ابره، انا عارف ان خمس سنين ما يستسلم، احنا تعودنا عليك انه يقول لك ما خمس سنين ما يستسلم من سنين. لا لا حرق، وخاصه بعد عقب مباراتهم اللي لعبوها الاخيره فريقهم واجد. اليوم المدرب او مدير فني خليفة زيوني عوالنا دائما هو فريق هجومي، من كان في 2007 2008 وقبل تعودت انا احضر مباراه المحرك كان كله هجومي. اليوم ضد الذيب اللي انت كنت تهجم فيه بالدور، ما في شك بدافع، ما في شك، ما في شك انه ما بدافع اليوم. يعني النقطه اليوم تسوي لك خير. لا اذا اخذت نقطه ما اخذ نقطه وياهم كان زين، اعطوني النقطه بروح البيت. كابتن لا هاي محرق، هاي محرق ما عليه قيل ما عليه غبار. بس لك سؤال زي كابتن، دام احنا قاعد نتكلم عن المحرق تفضحني بس حق الناس اللي قال ولا ما قال. تتوقعون إبرة تخدير ولا فعلا هاي الواقع اللي بيصير؟ الصراحة أنا تحمست وأبيكم كلكم متحمسين معاي عشان هذه المباراة. والحالة كان صدق بصورة غير. سجلنا ميلم الكرة الماضية، تم احتساب الخطا عليه وهنا كرة سريعة الآن حلاوية انطلاقة على اليسار، لعب الكرة العرضية في إمكانية، ولكن بعد ذلك سيد محمد جعفر تصدى الكرة الماضية بكل امتياز، ترزع الكرة حساب معدل الكرة الثانية. جزاء خطيرة قد تكون الآن، خطيرة التصويبة ممكن تأتي. أوه فرصة هدف أول، فرصة هدف أول كانت بأن تكون لمصلحة عبد العزيز خالد في تصويبة الماضي القوية
شوف لقطه الماضيه فرصتين يضيعون ورا بعض كابتن بهالطريقه السهله، يبي لكم مراجعه حق المهاجم من العام. انتم احيانا تصير في المباراه كذي، احسن اللاعبين يضيعون، فاحنا فرصتين في الشوط الاول المفروض ان نسجل. الميت 2-0، الميت 2-0، احنا لو مسجلين نتحكم في المباراه اكثر. احيانا تصير في المباراه كذي، احسن اللاعبين يضيعون، فاحنا فرصتين في الشوط الاول المفروض ان نسجل. ما تحملش حد اللوم، انت عايز تدور على جنازه تشبع فيها لطمه زي ما بيقولوا، انت عايز تدور على مشكله معينه وتقول هو ده السبب، مفيش سبب. هم فرقتهم في وقت من الاوقات كان افضل، احنا عندنا كورتين او ثلاثه في العرض. جمهور محرق ما عجبهم اللي صار، وبدت تصير على المدرب الانتقادات. ما يصير الجماهير تسكت هذه الفتره اللي قاعد فيها السعدون في التوقيف والاعداد وذي، يظهر الفريق في الشكل صراحه صادمه حق الجماهير. الحاله 3 و4 كور على الجول، احنا ولا كوره على الجول. زين ليش؟ كلها اسئله فنيه، لا تقول لي مستوى لاعبين، اسئله فنيه. ولو فريقك صح من الشوط الاول ما بدت مع بدايه الشوط الثاني. زين بس التصرف اللي صار يعني من المدرب اشر عليك كان علامه انه يبي يسكتك او سكت الجمهور، يعني هل هو تصرف مقبول من المدرب حتى من الجماهير نفسهم؟ احنا نشوفه تصرف غير مقبول من الصوبين من الطرفين. والله شوف كل شخص يعرف تصرفاته، انا مو بولد اليوم في المدرج، انا من 86 87 في مدرج محرق. زين وعلاقتي مع السعدون مع الدوسري مع الجماهير افضل منها ما يكون. وهو رد بطريقه غير لائقه ولا غير صحيحه، اعتقد الجمهور ردوا عليه نيابه عني، انا اقدر ارد ولكن احتراما لنفسي واحتراما له هو شخصيا، واذا بدر مني انا شخصيا شيء اقول له انا اسف، واقول له مو في المايك، اقول له في وجهه واحبه على راسي. زين فالجماهير ردت عليه وهذه يكفيني انا. الصراحه في خبير لازم يسال هالسؤال، هل يرضيك مستوى محرق يصير كذي؟ ما يرضي. لذلك يبي مراجعة المحرق شوية. المراوغات هل يتفوق أو راشد بالقوة تلعب الكرة عرضية عالية خطيرة، الكرة ما زالت داخل منطقة الجزاء. سيد محمد جعفر مرت عليك ورت عدت خطيرة يا سيد، ولكن بعد ذلك الكرة عدت سلامات. حلوي في هذه اللحظات داخل منطقة الجزاء خطيرة والتصويب، أوه كيف كانت قريبة الحالة يختلف جدا. يا جماعة أنا محتار، شو السالفة؟ هذيلن الحالة اللي كانوا بيخسرون؟ قلت لكم أتوقع أنها برة بنج. محمد سعد يقول بتخسرون؟ هذه الحالة. محمد سعد يقول بتخسرون؟ ساعة غير وحين غير. ساعة كانت إبرة بنج يعني؟ هذه الحالة. كانت إبرة بنج؟ ومع الشوط الثاني السعدون عمل تبديل وداني حق 4 سنين ورا. الشروقي السنكوس كراني واحمد سند صفقات عملت على اساس انها مستقبل المحرق، وينهم الحين؟ ايش صار عليهم؟ والله دي توقف على اللاعب نفسه، عنده استعداد انه يطالع فريق محرق. شنو محرق؟ ذي قلب محرق، ذي كيان محرق، ذي اللي تقول عنه اللي يقولون ما اللي تقول عنه شيء ما يوصف. فريق المحرق هاي يمثل المحرق كلها، يمثلنا كلها، احنا فيه والله مو فيه، اسمنا احنا محرقيين. بس زي كابتن خليفه السنكوس لاعب ظهير، انت ما تلعبه جناح تحرق كارته لو تقول اللاعب ما توافق. والله هو بعد قبل على ذي المركز المفروض انه يؤدي الواجب ماله. يعني المفروض من البدايه يقول لك انا ما اقبل العب المركز. ما قال هو لعب. لعب ما توفق فيه، غيره توفق لعب. انا ما اعيد الشيء. أنا السنكوس ظهير، أقول لهم ظهير ما يتغير، شلون أروح أودي جناح ولا وسط؟ أنت جاي كظهير ومركز الأساسي ولاعب المنتخب ظهير، أروح ألاعب حارس ما يصير. كل واحد يقول مركزه، بس لعبته بالصنف اللي كبرت تبي يوم الآسيوية هنا على ملعبنا، أنت لعبته يسمونه ظهير، ما لعبت ظهير، لعبته يعني يكون يدافع تحافظ على النتيجه، توفق وسجل، بس يعني صار ظهير صار جناح؟ لا لا لا، هو بعد ما يحتاج من الظهراء اللي احنا اقول لك في البحرين قليلين. سنكوس لاعب مميز ترى، يحصل فرصه يطلع لك ممتاز، بس ما حصل فرصه للحين. شوف هو اللاعب ان كان ظهير ولا جناح، اذا المدرب جربه في مركز غير مركزه ومشوا معاه
يمكن المدرب يشوف شيء احنا ما نشوفه، بيكون المدرب افهم منه، لان لو مو بفهم منه ما صار مدرب. يعني هذه المفروض ان المدرب يكون عنده نظره في اللاعب، مثلا شاف اللاعب مشى في الجناح ولا مشى في الوسط، المدرب له وجهه نظر. فاعتقد انا برجع من البدايه، يعني انه هي الفرصه ان احنا نستثمر في لاعبنا. انزين، واحمد سند؟ ما في اي شيء. احمد سند تعال شوف المباراه الوديه احسن واحد يطلع، بس من ما تلعب الا ربع ساعه ولا بتلعب والفريق مهزوم، اللاعب محبط، بيك بينزل من الملعب محبط، ما تنتظر من النتيجه. اصبر علي، احمد سند علامه السفهم، وهو يعرف ليش هو علامه السفهم. اعطى مباراه مبارتين ثلاث وعقب حكم عليه. متواصله، تقطع لي بال 10 دقائق وربع ساعه وتقول لي احمد سند بزين؟ سند من اللاعبين الفذ، انا اقول له خاصه من كان ويا نادي مدينه عيسى. وينه؟ لازم يطلع هنا، بيطلع تو اربع سنوات كابتن، هو بيطلع 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 احمد، ما عليك بيطلع. اذا بتقيس على لاعبين محرق في الميزان تحطهم، كل لاعب محرق له ميزانه ولا صفات خاصه، حتى اذا ياك لاعب من برا لازم يتمعن في لاعبين محرق. عرفنا عن لاعبين وباقي اثنين، وواحد من هالاثنين احمد الشرودي، الاصابه يمكن وقفته عن التالق، لكن يبقى نعرف عن الكراني. الكراني اعتقد ادى اللي عليه، اعتقد العناصر موجوده افضل منه، فالسنكوس والشروقي نجحنا فيهم، احمد سند علامه السفهم، وهو يعرف ليش هو علامه السفهم. الكراني يعطيك العافيه على اللي سويته حق محرر. هاي يسمونه الكراني، الكراني اكو صفات في الشرقي، من احسن ظهره، امكانيات، طول، هيد، ودافع قوي، هاي ما يعني ممتاز، يعني استفيد منه، ما خليه يروح لي مع الابد، اشهد اعطوهم اعاره بيرجع. انا اي واحد ما تلاعبه يطلع برا حق اعاره مو مشكله، بس اشيل مره واحده غلط. ناس ما قلت لك شرط محرك ثقيل، مو بكل لاعب يجي، مو بكل لاعب يجي يقدر يثبت نفسه مع محرك. انعطى فرصه وانعطى فرصه، كعمر صغير زين، واحد من انتاج الفيات، ثبت نفسه من اول مباراه لعبها، فكله بيد اللاعب، وقت ما يبي يثبت نفسه يثبت نفسه. فهو الحين اكثر من سنتين في النادي، نتامل انه هو يطلع بالمستوى اللي احنا نتامل منه هالسنه، وان شاء الله قادر انه هو يطور من روحه. نتفق على هالكلام، بس بعد اللاعب اذا ما حصل فرصه كافيه ما اعتقد يكون هو الملام، وهني يكون ملخص الكلام. ومع التبليات الحرقاوية الفريق ما تنشط وتم على وضعه، ويات كرة ثابتة وجماهير المحرق كلها تردد نفس الكلمة، يا رب انها تتسجل. خطير الجول الاول، الجول الاول يا تلون، ياتي من المدافعين، هم الذين يتقدمون، هم الذين يسجلون، هم الذين يحركون الشباك الى الركنه الثابته، هي التي تحرك الشباك اخيرا، راسيه جميله بالراس، صعبه على الحراس، صعبه على المتالق الان الذي نشاهد محمد غرب اللي بكل تاكيد غاضب بعد استقبال هدف بعد التالق والتعمق بعد الصمود، صمد فيه لاعبون نادي الحاله طويلا، استطاعوا ان يوقفوا تقدم لاعبي نادي المحرك طويلا، ولكن بعد ذلك كراسية أمين بن عدي هي التي تحرك الشباك، هي التي تأتي في المرمى، وهي التي تعلن عن تقدم المحرك بهدف مقابل لا شيء. الحين سألني سؤالك اللي قلت بسألك قبل، شنو مركزنا في الدوري؟ شنو مركزك؟ النافس الدوري؟ النافس على الدوري صعب، النافس على الدوري ما في شيء صعب. انت ما كنت تتوقع ذي اللعب يطلع من الحاله، اللي صار اليوم، اليوم الحاله قدم مستوى رائع صراحه، انا اكون صريح وياك، قدمته واداء ما له حل، بس الكره اقول الكره اقول خذوا جول خلاص، محرق يستاهلون ومبروكين، بس احنا بننافس البطوله. طب امال ليه بقى من الاول انت مش متوقع حاجه؟ شباب زي الورد، شباب زي الورد، شباب بحريني لازم تشجعه، ما تقولش ان انت النتيجه مضمونه. مضمونه منين؟
هل انت بتاخذ دور الخالق عشان تعرف المستقبل؟ ما يصير. اذا لازم تقول ايه، كل واحد لكل مجتهد النصيب. كل مجتهد النصيب. الحمد لله. نقول هارد لك للفرقه بتاعتك، مبروك للمحرك، نشد حنا في اللي جاي. كابتن انا في شيء ابي اعرفه. لا سؤال. لا لا. قول لي لا 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 لا. يمكن الاداء مال المحرك مو المطلوب، بس خلى الفريق في الصداره، واتوقع هاي الشيء يدخل منام المباراه مضغوط. شوف اخوي، في النهايه احنا نركز على مبارياتنا. صحيح معرك فوز، لكن احنا نركز على مباراه اليوم. بنلعب يا فريق خصم يعني صعب جاي من خساره، اكيد ابي يعوض. انت مثل ما قلت، احنا عندنا في السنتين اللي طافوا، السنه اللي قبل ذيك كنا الثالث، والسنه اللي طافت كنا الثاني، كانت بدايتنا وايد جيده، وهاي اللي نطمح لنا من مباراه اليوم ان شاء الله نبتدي. فالامور ان شاء الله طيبه، في امور لعبنا عليها واشتغلنا عليها، ان شاء الله نقدر نطبقها بشكل مثالي في الملعب. كل ما تتمنى تلقى، لأن هذا ضدك سفاح يعرف طريق الشباك، فعمرك لا تتوقع أن دفاعك بيكون مرتاح. حاضر حبا الحد يبدأ بقوة ويسجل أول الأهداف. هو 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 تياغو بالكرة الرأسية، هي الكرة الرأسية الحداوية مع الدقيقة الثالثة، الارتقاء العالي وتسجيل الهدف الأول الغالي. سفينة تسونامي يا ناس، تسونامي تسونامي تسونامي. تياغو تياغو يسجل أول الأهداف. هدف لخبط كل أوراق المنام وخلوهم يدورون على حبل النجاة. كورنر، وراه الثاني، وراه الثالث، وبدون أي استغلال صحيح، يعني الفريق مو عارف للمرمى طريق. موجودة كانت، احنا لعبنا على الكرة الثابتة، لكن سبحان الله كرة القدم تركيز. انت في الوقت اللي تفقد فيه تركيز في لعبة واحدة سجلوا عليك، وانت كذا كذا لعبة خلقت لكن ما 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 سجلنا. في النهاية ارجع واقول هذه كرة القدم، انت مو كل مرة تكون الأفضل في المباراة وتفوز فيه. المنامة في الشوط الثاني تم يهاجم ويحاول، لكن أحياناً الأمامية لمصلحة المنامة البحث عن هدف تعديل، وصافرة حاضرة وخطأ لمصلحة المنامة، واحتجاج منامي يطالبون بركلة جزائية في اللقطة الماضية. خطأ في مكان خطر للغاية. شوف هذه الكرة الماضية، وهنا المطالبات بركلة جزاء، هنا المطالبات بركلة جزاء في كرة أبو بكر يعقوب. أبو بكر يعقوب، شوف احتجاج منامي بأن اللاعب كان داخل المنطقة، ولكن حكم اللقاء عبد العزيز شريدة يؤكد بأن اللاعب كان خارج المنطقة. إذن هي لقطة قد تكون هي واحدة من اللقطات الجدلية. ركلة جزاء واضحة، ما فيها أي خلاف، ما فيها أي خلاف، ركلة جزاء واضحة. أنا اليوم لأول مرة بالبحرين بتكلم على هذا الموضوع، لازم يكون في تواصل، هو بشر. الموسم الماضي كل شيء، كل الأخطاء اللي صارت أنا ما حكيت ولا كلمة يعني، ولكن اليوم اللي صار معيب يعني. بالنهاية البلنتي أكيد بلنتي، ولكن هو بشر أخطأ، بس بتمنى يكون تعامله أفضل بموضوع أنه أنت عم تعترض على بلنتي ما طلعت عن الخط. فإن شاء الله إن شاء الله منعوض، ما فيني أتكلم أكثر من هيك. الأخ يدري عنها بلنتي لأنه كان يم اللعبة، واللاعب المدافع كان على الخط، فمو معقولة. بديهيا أنت إذا ما تشغل حسك حبيبي التحكيمي ما راح تستفيد، قرارتك كلها غلط. كان يم اللعبة بس ما حسبها للأسف. بلنتي واضح، وخليه هو يراجع نفسه ويشوف اللقطة، وقناة أهل الكرة أكيد صورت، خليه بيشوفها وبيشوفها واضحة. بلنتي واضحة ليش تحكم؟ ما نقدر نتحكي عنهم بعد، شو نسوي؟ تقدر تحكي عنهم حقك؟ لا، هم يعرفون حقنا،
واذا لنا حق بيعطونا مفروض. تحكي عنه في هذا دوكشه قبل لا بس خلاص احنا كل من بتحكي بيتوقف عن لجنه الحكم. وقفونك انا شوف قرارات في لجنه الحكم هي هم لاقوا منا بس نسوي. واستمر الاداء بهاي الطريقه، المنامه يهجم والحد يستقبل. ياهي فرصه يا معتصم، ياهي فرصه يا معتصم. كره اماميه من احمد عمار، كره على الناحيه اليمنى، عرضيه، الله، صدمه بالاحتياط مع ضياع هذه الفرصه. يبحث عن تعزيز الامال واعاده الامال بهذه التسديده. يا الله ماذا يحدث في المنامه؟ صراحه انا اقول لك يعني اللي قدمناه كان يشفع لنا اليوم فوز 4-5 بس حظ. احسن من الحد، احسن من الحد ب 90 دقيقة. اقول لك 90 دقيقة يعني حارسنا ما شافوه يمكن غير بالهاجمة بس سبحان الله تصير. الحد غياب استقطابات، احترامي سيء درجة أولى. أنا ما أدري شلون سجل جول، خطأ مدافع طبعا وتحصل في المباريات، لكن احنا مياودين الملعب طول بعرض طوال الدقائق لين الحين، ولكن الفعاليه الهجوميه في الثلث الاخير ما هي بذيك الجوده. بصراحه المنامه كان الافضل في كل شيء، بس ترى اللي تعلمناه في كره القدم انها هي اهداف، واذا ما جات فان تعبك كله بيروح هباء منثورا. اليوم تتأكد عندي معلومة أن الإدارة ممكن توفر كل الاحتياجات، لكن بسوء التخطيط الفريق بيصير في مهب الريح، وإذا على المنافسة فالذيب كشر عن نيابة ومعتقد بيتنازل عن الصدارة، وبيبقى هذا المختصر لكن نقطة في بحر. Thank you.